السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غدا نشارك معكم آخر ما كاين في السبوت. فبالنسبة لهذا السبوت كنستعملوهم في الإضاءة الداخلية كيكونوا في الأسقف ديال الجبس. فأنا مشيت باش نشري السبوت بالنسبة للمنزل ديالي، وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو باش هكا نقربكم من آخر الأشكال اللي كاينة مع الأثمنة. وان شاء الله في فيديو قادم غتشوفوا معايا لي سبوت اللي اختاريت. فكنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد وينال الاعجاب ديالكم. لعجبكم ما تنسوش انكم تشجعوني بلايك، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها وعجبكم المحتوى ديالها، وضغطوا على الجرس باش تبقوا توصلوا بكل فيديو جديد. بالنسبه لهاد الانواع اللي كتشوفوا معايا فيهم جوج شعلات، يعني داك الاطار الخارجي كيكون كتكون فيه الاضاءه، وعاد كتكون ديك البوله ديال الوسط كتشعل. يعني ممكن نخدمو بجوج سلوكه ديال الضو الا كان مول الضو خلى لكم يعني جوج الخيوطه باش يخدمو، ولا ما كانش خلاهم غيخدمو مره واحده. هنا كتشوفوا الشعله ديالهم، يعني داك الاطار الخارجي شاعل. فالا كانوا عندكم يعني الساروت مدوبل يعني جوج الخيوطه، فغتشعل هاد الدائره بوحدها والبوله لداخل بوحدها، ولا ما كانش فغيكونوا كيشعلوا مره واحده. اذا غتشوفوا معايا الاشكال وكذلك الاسمنه. بالنسبه للاثمنه اللي كتشوفوا معايا فهي ثمن ديال سبوت بلا البوله. وانتم كتشوفوا معايا هاد الاشكال مع الاثمنه، غادي نعطيكم عده نصائح بالنسبه للتركيب ديال السبوت. فاول نصيحه كتبدا من الاول، ملي تكونوا كتصوبوا الجبس حاولوا ما تكثروش من السبوت، لانهم في الاخير كلهم تيدخلوا في الميزانيه. فاقل سبوت ممكن تاخذوا بالبوله ديالها كتكون 50 درهم. علاش عطيتكم هاد النصيحه؟ لان كنلاحظ ان الكثير من الاشخاص ملي كيكونوا كيصوبوا في الجبس تيخليو اماكن كثيره ديال السبوت، ومن بعد ملي كيبغيو يركبوهم تيلقاو ان العدد كثير، وبالتالي غياثر لهم على التكلفه، فكيضطروا من بعد انهم يسدوا داك الثقاب. لهذا من الاول فكروا في العدد ديال السبوت اللي غتقدروا عليهم، وهما اللي يتوضعوا في الغرف واللي بس اللي عندكم. بالنسبه لهاد لي سبوت اللي تيشعلوا هكا، يعني الاطار تيشعل وكذلك البوله، فمع الوقت هذاك الاطار اللي هو سبوت كي ما كيبقاش يشعل، يعني كيقدر يتحرك له واحد ترانسفور لداخل. فبالنسبه لهذاك الترانسفور اللي كيخدم داك الاطار الخارجي ديال سبوت، كي يعني عنده واحد المده الصلاحيه اللي كتراوح ما بين سنه حتى لثلاث سنوات، ممكن تكون اقل او اكثر. فإلا وقع هذا المشكل كاين جوج الحلول. الحل الاول هو ان كنحيدوا باقي الترانسفورات لجميع لي سبوت، وبالتالي كتبقى عندنا ديك الاضاءه اللي الوسط هي اللي خدامه. ولهذا من الافضل انكم في الاول تختاروا شي شكل اللي يكون زوين اللي يقدر تخدموا البوله معاه بلا ما يكون خدامه داك الاطار الخارجي، او تاخذوا الاشكال اللي كتكون فيها غير شعله وحده الوسط بلا ما يكون داك الاطار تيشعل. والحل الثاني هو انكم تغيروا الترانسفور لهذاك السبوت اللي تحرق، ولكن نشير انه تيكون ما متوفرش بكثره، والثمن ديالو تيكون تقريبا بحال ثمن لي سبوت. غير مع الوقت يعني دوك الموديلات كيتغيروا، ممكن ما تلقاش داك الموديل اللي انت خديتي باش تعوض به ديك سبوت، وممكن ما تلقاش ترانسفور. فكيبقى الحل انك تكتفي ان البوله لداخل تبقى شاعله، ولي سبوت تحيد لهم ديك الاضاءه الخارجيه كامله. وكاين انواع ديال لي سبوت غتشوفوه معايا ايضا في الفيديو اللي كتكون كتشعل مره واحده، يعني ما عندهاش ديك البوله اللي كتغير الوسط. فهادو ما كنستحقمش بهاد النوعيه، لان الا تحرقت خصك ترميها كامله، ماشي بحال هاد الانواع اللي ممكن تغير البوله ديالها. للاشاره، المحل اللي كنصور منه هذا الفيديو هو بريكوما ديال مدينه الدار البيضاء، وبالضبط هذه بريكوما ديال عين السبع. فعندهم اشكال كثيره، يعني انا كنت فايت من قبل مشيت باش نشوف ولقيت ما عندهمش هذه الاشكال، ولكن دابا جابوا واحد الموديلات اللي هي كثيره، يعني كاين اختيارات لا من ناحيه الاشكال ولا من ناحيه التكلفه، يعني كاينين اللي رخاصين وكاينين اللي غاليين على حساب الميزانيه ديال كل واحد. هنايا هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا يعني ما كيكونش عنده ديك الشعله الخارجيه، يعني فقط ديك البوله وممكن تغيروها.
كاين بزاف ديال الاشكال اللي عندهم الامكانيه، يعني كتكون غير البوله اللي الوسط اللي خدامه. هادو كيتغير الاتجاه ديال الاضاءه، يعني الا ضغطتي على داك البوله ممكن توجهها للاتجاه اللي بغيتي. انا حاولت نقربكم من الاثمنه باش هكا تكونوا عندكم فكره، وكذلك بالنسبه للاشخاص اللي عاد يبنيو المنزل ديالهم فيعرفوا من الاول التكلفه اللي تاخذ لهم لي سبوت باش يعرفوا العدد اللي غادي يوضعوه في كل غرفه. كيف سبق وذكرت راه اقل سبوت ممكن تخدموا بها هي 50 درهم، يعني كتكون واحد 25 درهم حتى 30 درهم ديال السبوت و20 درهم ديال البولة، يعني أقل سبوت ممكن توضعوه هي ب50 درهم. غادي نشعل لكم هاد لي سبوت باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي وهما شاعلين. هنايا الموديلات اللي ما تيشعلش ليهم الاطار الخارجي، وهادو اللي كتكون عندهم واحد الشعله اللي هي خارجيه، فهداك الاطار اللي كيشعل يعني كل واحد والشكل ديالو، كاين اللي كيعطي اضاءه على شكل دائريه، كاين اللي كيعطي واحد الشكل بحال ديال الشمس. هادو اللي كتشعل فيهم غير البوله. هادو هما الاشكال اللي رخاصين، هادو الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 24 حتى 30 درهم، تيكونوا بزاج وفيهم الالوان، يعني كاين هكا بيضين، كاين البني او الماغو، كاين الاسود، فهادو هما يعني اقل تكلفه. وكاين وحدين ب15 درهم تما غتشوفوهم معايا. انا شعلت لكم هاد الاشكال باش تشوفوهم كيفاش كيجيو، وهادو هما الاشكال اللي يعني كيديروا واحد الشكل خارجي من هذيك الاضاءه اللي خارجه من لي سبوت، فسيجيو زوينين. وهادو عندهم واحد الشكل اللي هو تقليدي، ممكن يكون مثلا في الصالون البلدي، فبالنسبه لهاد الشكل او هاد الموديل ممكن تلقاوه في الفراش، ممكن تلقاوه في الجبس ديال الصالون البلدي. انا حاولت نصور لكم اغلب الاشكال اللي كاينه، لان حتى انا ملي كنمشي باش نشري كنصور هكا وترجع عاد كان يعني كنتناقش مع افراد العائله باش نشوف الاختيارات الممكنه لكل غرفه، وكنقيد يعني كنسجل العدد ديال كل نوع وعاد كنمشي نشري مره اخرى. غنخليكم تشوفوا باقي الموديلات. هادو هما الاشكال اللي ذكرت لكم ان الثمن ديالهم رخيص، هادو 16 17 درهم، عندهم الاضاءه يعني ممكن نوجهها لاتجاه اللي بغينا بحال هاد الشكل. فهادو الشكل ديالهم كيجي سامبل وزوينين، وكذاك الحجم ديالهم صغير، ممكن نستعملوهم في الاماكن او الغرف اللي عندنا فيها كميه كبيره ديال السبوت، وكذلك يصلحوا الا بغينا نديروهم في الكولوارات.
هاد الاشكال اللي تشوفوا معايا دابا كلها عندها غير الاضاءه ديال البوله، يعني داك الاطار ديال السبوت ما تيشعلش. وبالنسبه لهاد الطابلو الاخير جمعين فيه الانواع ديال لي سبوت اللي عندها اللون ذهبي فضي وكذلك برونز. فبالنسبه لهاد الانواع يعني كنغيروا لهم البوله اللي كاينه لداخل الى تحرقات. بالنسبه لهذه الالوان فيها اشكال كثيره وكذلك كاين اختلاف ما بين الاثمنه، فالاثمنه كتراوح ما بين 30 درهم حتى لاكثر من 100 درهم على حساب الموديل وعلى حساب الماده اللي مصوبه منها هاد لي سبوت. غنعرفكم كذلك على الالوان والاشكال ديال البولات اللي ممكن نخدموا بهم في جميع لي سبوت اللي شفتوا معايا. يعني في هذا الفيديو راح حاولت نعطيكم جميع الموديلات اللي كاينين. بالنسبه للبولات يكونوا على هذا الشكل، فالتغيير ديالهم سهل، يعني ممكن بسهوله نغيروا البولات ديالهم الى تحرقات، فسيكون المعلم مركب لنا الدويه وسنركبهم بهذا الشكل. ممكن نغيروهم يعني نحيدوهم ونعود ردوهم بسهوله. بالنسبه لهاد البولات راه فيهم العديد من الالوان غتشوفوهم معايا، وهما كيصلحوا لجميع الانواع ديال لي سبوت اللي شفتو معايا في هذا الفيديو. هنا غتشوفوا معايا الالوان ديال الاضاءه اللي ممكن نخدموا بها في لي سبوت، وكذلك الاثمنه، يعني ممكن ناخذوا هذيك البولات تعطي الضوء غادي الازرق الابيض الاخضر الاحمر، فكتشوفوا جميع الالوان هنايا وكذلك الاثمنه. فالاثمنه كذلك تختلف على حسب الجوده وعلى حسب شحال من واتس فيها. واحد الاشاره بالنسبه للاشخاص اللي غادي يجيهم تساؤلات على استهلاك ديال الضوء بالنسبه للي سبوت، فهما ما كيستهلكوش الضوء بزاف، يعني واخا تكون كميه كبيره ديال لي سبوت في شي غرفه فما كيستهلكوش الضوء بزاف، لان الواط عندهم ما تيكونش طالع، فهما تيكونوا ما بين 7 حتى 10 واط. وبالنسبه لهاد الاشكال اللي تشوفوا معايا دابا هما اللي نصحتكم انكم ما تاخذوهمش، هادو تيكونوا الاضاءه ديالهم يعني مع الاطار الخارجي ما يمكنش نغيروا البوله، فكنخدموا بها ولكن لا تحرقات خصنا نغيروها كامله، وهما تيكونوا دي غابل، يعني هادو كيصبروا واحد المده طويله، ولكن الا تحرقات خصنا نغيروها كامله. فالمشكل اللي كيوقع ان الا بغينا نغيروها فكيكونوا الموديلات تغيروا، يعني ممكن ما نلقاوش نفس الشكل، وبالتالي غنضطروا اننا نغيروا لي سبوت ديال الغرفه او ديال المكان كامل. هما كيكون عندهم واحد ترانسفور، ولكن يعني الامكانيه ديال التوفر ديالو قليله، يعني ممكن ما تلقاوش وممكن تلقاوه. فباش تفادوا هذا المشكل كامل من الافضل انكم تاخذوا الانواع اللي شفتوا معايا في الاول واللي البوله ديالها كتغير. هنا شعلت لكم الطابلو باش تشوفوا هاد الاشكال كيفاش كيجيو ملي كيشعلوا. بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الحمامات فيهم الفوبلافون ديال القبس، فكاينين بالنسبه لهاد الاشكال كاين واحد الانواع اللي هما ايطونش، يعني كيتحملوا ديك الرطوبه ديال الحمام، ممكن نخدموا بهم في الفوبلافون ديال الحمام اذا كان عندنا بطبيعه الحال فوبلافون ديال القبس. غنقرر لكم الفكره اكثر. هادو هما لي سبوت اللي الا تحرقات خاصك تغير الترانسفور ديالها،
هذا هو الترانسفور. فلقيت هاد الترانسفور يعني نفس الموديل، ممكن تغيروه وتعاود تخدم لكم هاد السبوت بشكل عادي. بالنسبة لهاد الأشكال كاملة اللي غتشوفوا معايا فهي نفس الموديل، يعني إلا تحرقات خصنا نغيرو الترانسفور. فشاركت معكم جميع الأشكال والأنواع ديال السبوت اللي كاينة في بريكوما، وإن شاء الله في شي فيديو قادم غتشوفوا معايا الأنواع ديال السبوت اللي اختاريت بالنسبة للمنزل ديالي، غتشوفوهم معايا إن شاء الله راكبين. فكنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد وينال الاعجاب ديالكم. لعجبكم كما العاده شجعوني بلايك ما تنسوهاش، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها وعجبكم المحتوى ديالها، وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بكل فيديو جديد. في الاخير دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.